فنكم للجسد وحافظوا على الهوية المصرية بفنكم. لأن كان لها كلام إن أحد اللي سرقوا مصر لما قالت في مسرحية على الرصيف مين اللي سرق مصر، كان بتقول إن في جزء من الفنانين غربوا مصر بفنهم، غربوا الوطن بفنهم، لأن مصر لها هوية مصرية. ولذلك بتقول الفيلم الأبيض والأسود تارك في الناس أثر جميل، إنما جت فترة بعض الأعمال الفنية كانت تغريب للمواطن المصري وتجريف لعقله وبعده عن وطنه وانتماء لأرضه. فكانت بتقول يعني إن في ناس كتير ممكن يبقى يعني الحياة كلام كتير عليها رحمة الله أسكان الله. كانت بتقول لحضرتك يعني دكتور رضا أكتر حاجة كان يعني في الحاجات الهائلة كلها الكبيرة جدا والعظيمة جدا اللي عملتها، أكتر حاجة محببة ليها هل قالت لحضرتك هذا الأمر؟ والله أكتر حاجة هي حبتها هي حبت ربنا بجد، ما كانتش بتمثل حب ربنا. لما تشوفها كده لما تصلي الفجر يا أحمد بيه وتمسك سبحتها الجميلة وتقعد تسبح الوجه المستنير بنور الله، وبعد كده تعمل أذكارها، وبعد كده تقعد تدعي لمصر وتدعي للناس، ناس ما تعرفهاش قاعدة تدعي لهم، وقاعدة تدعي للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول لي أصل أمه ماتت، أمه ماتت يا ضناء أنا لازم أدعي له، أنا بعتبر نفسي أمه يا رضا. يعني كده ايه حاله من الحميميه والحنان، وتقعد تدعي للناس الفقراء اللي ماتوا ما لقوش حد يدعي لهم، وتقوم تعمل صدقات على حد غلبان فقير ما تصدقش وكان نفسه ان هو يعني حد يتصدق له تقوم تتصدق عنه، وتقعد تدعي للعصاة اللي ماتوا ان ربنا يرحمهم. عندها افكار تجاه البشر، افكار جميله كلها سلام وحب ورحمه وحنان. مين أقرب ناس ليها؟ مين يعني كان دايما السؤال عليه؟ نيفو نيفين. نيفين حبيبة قلبي. نيفين دي والله وأقسم بالله ضربت المثل الأعلى في الولاء للأم وحسن الطاعة والبر لهذه الأم، لأن أمها اللي حفظت القرآن، علمتها أنها تحفظ القرآن الكريم. وكان الحبيب عليه رحمة الله أسكن الله في الفردوس الأعلى الفنان أحمد خليل هو اللي عمل المكتبة الجميلة لنيفين، هو اللي قالها لازم البيت يبقى فيه مكتبة كتب دينية وكتب ثقافية وكتب إعلامية لازم الإنسان يبقى مثقف يا نيفين، وعمل لها مكتبة جميلة جدا تجمع بين القرآن والتفسير والعلوم والإعلام والثقافة. فأحمد خليل ساهم في تكوين نيفين في بداية الحياة الجميلة. فترتها الأخيرة وأيامها الأخيرة ممكن تكلمنا عن كانت أيام كانت مهمومة بمصر قوي، مهمومة بمصر ومهمومة بكل اللي بيصنعوا فتن وحريصين على تفتيت هذا الوطن.